ريح، عندنا ماتشات في الدوري. ده جبار الراجل، المدرب ده جبار، خورخي خصوص ده جبار يا اسطى. لا ده الراجل ده في حته تانيه خالص، اللي هو احنا خلصنا واللعيبه بتاعتي ما بقاش عندها دوافع، انزل لعيبه من على الدكه عندها دوافع. بعد الهدف الثالث راح منزل سالم نزل نصر الدوسري مكان الكسندر متروفيتش، عبد الله الحمدان نزله مكان سيرجيو بلينكوفيتش، لان عبد الله الحمدان بقى بيلعب صانع العاب، ما بقاش بيلعب كفيرود زي ما كان بيلعب، وخلى عبد الله الحمدان يلعب فيرود وناصر الدوسري يرجع مكانه في نص الملعب. وناصر الدوسري قدر يسجل الهدف الرابع عن طريق عرضيه من جو كانسيلو. الله نسينا كانسيلو صح، بالظبط رينالدو دي عمل اسيست، كانسيلو عمل اسيست، اطرافي عملت اسيست واطرافي شغاله. نسكت على كده؟ لا والله، والله ما نسكت على كده. يعني انت بتتكلم على اطراف، اطراف عملت اسيستات، وسالم الدوسري سجل وميتروفيتش سجل، وكمان لازم تتكلم على ناصر الدوسري اللي نزل من على الدكه وقدر ان هو يسجل، ونزل محمد كانو مكان روبن نيفيز، ومحمد القحطاني مكان سالم الدوسري، وخالد الغنام مكان مالكم. وعلى فكره عايز اقول لك، اتفرج على محمد القحطاني ده، محمد القحطاني ده من اللعيبه اللي داخله دماغ خورخي خصوص قوي، والولد ده الله اكبر عليه موهوب جدا، وبالتوفيق ليه وان شاء الله باذن الله يكون واحد من العناصر المهمه جدا مع الهلال، واحد من العناصر المهمه مع فريق مع المنتخب السعودي ان شاء الله. محمد القحطاني ده ولد